ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم فيديو جديد عن مشكله بتواجهنا كلنا شباب، وهي كل شويه تلاقي اعلان بيطلع وانت بتتفرج على فيلم ومسلسل على النت. كل شويه تلاقي ظهر لك اعلان احترس جهازك سوف ينفجر، مبروك كسبت ايفون، واعلانات في قمه الهيافه. ففي فيديو النهارده يا شباب هعرفكم ازاي تلغوا الاعلانات دي بشكل نهائي من الهاتف الخاص بيك. وبتمنى يا شباب فضل ويسر امرا توقف الفيديو 5 ثواني وتدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك، لان ده بيدعمنا ننزل لكم فيديوهات احلى واجمل. فكل اللي عليك يا شباب اتحمل الاداه دي من الرابط اللي سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. الاداه دي يا شباب جميله جدا، بتمنع لك الاعلانات بشكل نهائي، تقدر تتفرج على افلام ومسلسلات وتتابعها من غير ما تلاقي اعلانات كل شويه. فزي ما احنا شايفين يا شباب محملها 10 مليون شخص، والتقييم بتاعها 4.4 من 10، وزي ما احنا شايفين يا شباب اراء الناس في كلها ايجابيه. فكل عليك يا شباب بعد ما تحمل التطبيق تعمل له فتح عادي، هيظهر بالواجهه دي. هنفتح مثلا شباب موقع اسمه سينما فور ارب، ونجرب اللي احنا نفتح عليه فيلم ونشوف هيظهر لنا اعلانات ولا لا، وليكن مثلا الفيلم ده او المسلسل ده، ونتصفحه عادي يا شباب مش هنلاقي بيظهر لنا اعلانات نهائي. فزي ما احنا شايفين يا شباب بيمنع الاعلانات او بيمنع ظهورها مهما ضغطنا على اي سيرفر، الموقع هيفتح ويشتغل معاك تمام من غير وجود اعلانات بتطلع كل شويه زي ما احنا شايفين. تطبيق شغال وتمام، مفيش اي اعلان ظهر لحد دلوقتي. هنجرب نفس الموقع على متصفح يا شباب جوجل كروم، هنيجي يا شباب نضغط على نفس المسلسل. زي ما احنا شايفين يا شباب ظهر لنا اعلان واحنا بنضغط على الفيلم بس، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. فاعلانات في منتهى الرخامه، زي ما احنا شايفين. نجرب اللي احنا نضغط مشاهدة الان. كل ما بتضغط يا شباب على اي حاجة في الموقع بتلاقيه بيظهر لك اعلانات بطريقة مقرفة. فزي ما احنا شايفين يا شباب كل ما تضغط على حاجة هتلاقي اعلان ظاهر لك. ننزل تحت نضغط مثلا على السيرفر ده، كل شوية اعلان. فالتطبيق التاني يا شباب بيمنع لك الاعلانات بشكل نهائي، بيمنع ظهورها، وبصراحة بتخنق. كل ما تيجي تضغط مثلا على مسلسل او فيلم وتلاقي ظهر لك الاعلان ده بيقفلني وما بيخليش عايز اتفرج على حاجة. فعشان تتفرج على الفيلم من غير احباط ومن غير ما تلاقي حاجه تترخم عليك، كل عليك هتحمل الاداه دي يا شباب من الرابط اللي هسيبه لكم في وصف الفيديو تحت. زي ما احنا شايفين بتمنع الاعلانات بشكل تام، فرابط الاداه دي يا شباب هسيبها لكم في وصف الفيديو تحت. بتمنى ما تنساش تدعمونا بزر اللايك واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، لان ده بيدعمنا ننزل لكم فيديوهات احلى واجمل.